قلنا شنو درتو فراها اش درتي اخويا؟ راه البارح اخويا ستيت لي الكومبيل في الطالق حيت الفيديو ديالها السي بي ار طايح بزاف والسي بي ام غالي بزاف. راه جبت لوكاتني شفت الفيديو حيت كان فرونس كان عيان كان كاليتي قطعتها. ما بدلتيش ديك الكومبيل ما بدلتيهاش بالعربية؟ لا بدلتها. ايوا واخا داكشي والو. لا بدلتها دابا في الفيديو اللي لعبت البارح. والو طلقت كومبيل البارح. لا دابا كومبيل مزيان حسن بدلت ديسكريبشن. مازال ما تحكمش عليها غير واحد دات. زين بدلت ديسكريبشن ديال البارح. اها. حيت كانت ماشي هذيك بدلت الريفيو. خليتيها في برودكت بيج. اه. ما درتيش عندي بيج اللي قلت لك. لا قلت لك. اش درتي زكريا؟ انس البارح طلعت كومبين جديده. كومبين اللي فات جابت 8 ديال الليدز. 8 ديال الليدز؟ اه من دوك 8 ديال الليدز تكونفيرمو 4 وديليفريو 2. مزيان خلاص وطلقت البارح كومبين جديده دوك راه باقي تقدر ديليفرا منهم شي حاجه ضروري زيد من لحقاش يلا بدايه السيمانه والكومبين الثانيه راه يلا طلقتها البارح خلاص انت كتشوف الصف الارقام راه باينين فهمتي سي تي ار مزيان سي بي ام مزيان ما عرفتش شوف ما خيطالش سي بي ام المهم فهم لحقاش راه سيبليت فهمي فهمتي غادي مسيبليت غادي سيبليت فهمي داكشي علاش غادي يكون سي بي ام شويه طال المهم راه غدا مزيان مقارنه مع الاول مزيان مزيان الله يسخر امين واش درتي بايو كديت واحد الكونفيلتر ديت الكونفيلتر بزاف وحيت كان عندي شويه البوست طالق جاتني 4 ديت الكونفيلتر بزاف وحيت كان عندي شويه البوست طالق جاتني 4 تكونفيرماو جوج طلعت لي 500 شوار دابا تلقت هاد الكومبين هادي باش نعاود نزيد البرودوي غنزيد ان شاء الله كرياتيف اخرى هادي هاد النهار هذا غنطلقها حتى هي وشتي شي برودوي اخر ما شتي شي برودوي اخر عندي هذا ها هو راه خدام عليه دابا نيت غادي نكمل اليوم ان شاء الله مزيان نكمل هذا وغادي نزيد هذا حتى هو نزيد مزيان غادي نزيد هذا حتى هو باش نقلب الفيديوهات ديالو غنطلقو ان شاء الله اليوم ولا غدا كيف راك كاين مزيان يعطيك الصحة طالعة شوية حبست اللون وعاود طلقت ثاني اللي ماشي لون اها والسي تي ار طالعة يعني كومين مزيان والسي بي ام هابطة شي مزيان يعني السطور واقيلا خصو تجبيري مشكلة واقيلا السطور اللي مجابش المبيعات راه مشكلة السطور خصو واقيلا تعاود تجبيري على مول تبارك الله عليكم الدراري راه غاديين مزيان اهم حاجه ما تركزش مع المبيعات ديال التغيير ديال الملاليك ما تركزش مع المبيعات صافي اليوم غنكملوا نشوفوا لاندين بيج هضرنا عليها البارح قديتو دي زيكزومبل اليوم غادي نكملوا ان شاء الله نشوفوا لي كومبوزون اللي خصهم يكونوا في اش وكيفاش خصها تكون شنو الحوايج اللي خصهم تحتاجهم وعاد حتى التالت الحصه ونعاود نرجع